وحشتوني جدا 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 كالعادة. دايما ببدأ مع حضراتكم بكلمة وحشتوني، فعلا وحشتوني. بقالي أكتر من سنة تقريبا بظهر على قناة وعلى شاشة النادي الأهلي خلال توقيتات متقطعة خلال هذا الموسم، ولكن أنا شخصيا بصوا أنا داخل من غير ولا ورق ولا أي حاجة، أنا هتكلم من قلبي واللي هيجي في دماغي أنا هقوله على طول، لأنه دايما وأنا بكلم جمهور النادي الأهلي لازم أتكلم من قلبي.